تستقبلك بعين كبيرة. موج الصيف عشرة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس كلوين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلت لكم زينوبة قبيلة باش يكون حاضر معنا بلتو صحيح حضر وكمل معنا. ياسين بوقديدة إمام جامع الحمامات. صباح خير ياسين. صباح النور. مرحبا بكم. لاباس. شكرا على الاستضافة هذه. بارك الله فيكم. مرحبا ورحبوا بكافة المستمعين والمستمعات على راديو مات. مرحبا ياسين. شنو إحساسك غدوة العيد؟ إحساس والله إحساس كما كل عام هكاك. الجو تحسه يبدأ يسخن بشوية بشوية. وإحنا نحاول نتقرب ربي سبحانه وتعالى خاصة في اليوم هذا يوم عظيم برشا. إحنا مثلا أنت مثلا في رمضان العشرة الأواخر من رمضان يقولوا ثم ليلة القدر. ليلة القدر نتحروها ديما في الليالي الوترية ما نعرفوش ما هي ليلة. عظم القدر متاحها هذية يفوتوا يوم عرفة. يوم عرفة معروف هو يوم التسعة من ذي الحجة اللي هو اليوم يعني تو الحجاج واقفين في جبل عرفات. والفضائل متاحها فضيلة هذا اليوم المبارك يعني أعظم من فضيلة يوم القدر يا ليلة القدر عفوا. ربي أقسم بها في القرآن كيقول والفجر وليال عشر. الصورة هذه نتصور ناس كل حافظينها من اللي احنا صغار نحن فيها. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. المفسرين فسروا الكلمة هذه ليال عشر هي ليال عشر من ذي الحجة. الشفع والوتر. الشفع هو يوم عيد الأضحى اللي هو يوم النحر. والوتر هو هذا اليوم يوم عرفة لأنه جاء بالليلة التاسعة ليلة وترية. فهذا اليوم المبارك يقف فيه الآن الحجيج في هذا التوقيت. ربي قال ربي سبحانه وتعالى في ليلة القدر نعطيه ديما نمثله بليلة القدر باش نشوفه باش نبينه العظم. هذا اليوم اللي هو أعظم وأفضل من ليلة القدر. ليلة القدر ربي نزل الملائكة إلى الأرض. ويوم عرفة ربي سبحانه وتعالى بجلاله يتنزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل ذلك الموقف. أهل يعني الحجيج يباهي بهم ملائكته في السماء. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجيجنا الميامين حجهم ويجعل حجهم مبرورة وذنبهم مغفورة وسعيهم مشكورة. ندعيوا لهم ولو هنا احنا مستحقين الدعاء بالدعاء اكثر من منهم ان شاء الله ربي يسترنا الناس كل ونحجوا. وكذلك ما يفوتنيش اني نحب نترحم على ثلاثة حجيج توفوا وفاتهم المنية في منهم حتى واحد توفى البارح في عرفات وهنيئا لهم بهذه الخاتمة السعيدة. ربي يرحمهم وينعمه وربي يصبر اهليهم خاصة هذا ونتمناها كل واحد يتمنى منها الموت هذه ان شاء الله ربي يكتبها لنا علاش لا. قلنا في الايام المباركات هذه يسن فيها حاجه مهمه جدا في العشر ايام هذه هي التهليل والتكبير. ثم صيغه معينه ان نكبر بها ربي سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه الصيغه اللي معروفه ان نكبر بها في هذه العشر حتى ايام العيد. هذه تسمى التكبير المطلق. معناها كل وين تلقى روحك ديما كبر ربي سبحانه وتعالى. ثم تكبير المقيد بعد يعني ابتداء من ظهر يوم الغد يوم العيد في كل صلاة دوبا يقول السلام عليكم نكبره ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقعد حتى لليوم الرابع. هذه صيغة التكبير المقيد والمطلق. وثم أنواع العمل الصالح في هذه الأيام المباركة والتي لا ممكن شكون منا متأكد أنه باش يعاودها العام الجاي. فلازم الإنسان ما يفرطش فيها. ولازم الإنسان يغتنم كل فرصة في هذه الأيام بالعمل الصالح. العمل الصالح أنه يخدم على روحه بالقداء أنه يعاون الفقراء والمساكين لأنه مش ناس كل عندها الإمكانيات أنا باش تشري علوش العيد ولا باش تشري الأضحية ولا باش تضحي. فلابد الإنسان أنه يتفكر في هالناس الزوبلة هذوما كل قدير وقدره كل إنسان على قد ما يقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأضحية هذه اللي يشريها واللي يضحي بها يقول إن لكم بكل حسنة شعر فيها وبكل صوفة حسنة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر ما عمل ابن آدم يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى عملا أحب إلى الله من إراقة دم دم الأضحية بطبيعة الحال. وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها. وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض. قبلك الدم هكا ما يجري في الأرض الأجر والثواب نتاعو أنت حصلته عند ربي سبحانه وتعالى. ونعلم بالنسبة
الميسوري الحال اللي نجموا معناها في مقدورهم انهم يشريوا الاضحيه خير لهم. ثم شكون يقول لك تنمشي نتصدق الثمن تاعها، لا عيني في جواجم، لا عيني في دواره ولا عصبان ولا اي حاجه، ولا خوضة. يقول لك ولا خوضة. يقول لك نمشي نتصدق ثمنها وربي يكتب الاجل. لا، الخير انك تشري الاضحيه وتذبح الاضحيه نتاعك وانت مستطيع، اللي مش مستطيع هذاك ربي ما يحسبوش ما عليه حتى شيء. فهذه الاضحيه تعتبر سنه مؤكده جدا جانا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نضحي بها عن أنفسنا وأهلينا وأولادنا ووالدينا، يعني واحدة برك تكفي في البيت ليحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل للناس كل، وتكون يعني عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية فيها أنواع، تكون من بهيمة الأنعام، يعني إما من الإبل أو من البقر أو الضأن يعني يوم العلالش أو الماعز، ولا تجزئ إلا بشرطين. باش تكون هكا يعني ثم زوج شروط أن الإنسان لابد أنه يطبق في هالأضحية هذه. الأول أن هذه الأضحية تبلغ السن المعتبرة شرعا. مثلا في الإبل لازم 5 سنين فما فوق، في البقر تكون عمرها 2 فما فوق، في الماعز سنة، وفي الضأن 6 أشهر. يعني كما نقول إحنا مثلا أغلبية الناس يتبعوا عليه معناها من 6 أشهر فما فوق. والشرط الثاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لازمها تكون سليمة من كل العيوب. يعني ثم عيوب تلقاها في الأضحية ما تجزئش، يعني ما تضحيش، عبارة تذبحش تأكل الحم عادي. بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قالك 4 لا تجوز في الأضاحي: العرجاء، البين ضلعها، تلقاها تجلح، قولوا احنا ما ساقها مكسورة ولا مفصوعة ولا تكوع، البين ضلعها، والعوراء، البين عورها واضحة، والمريضة، البين مرضها، ما مريضة ما تضحيش، والعجفاء التي لا تنقى. شنو العجفاء؟ هي الهزيلة، يعني تلقاها هزيلة وحشك ديما الوسخ نتاعها فوقها، معناها دي التي لا تنقى ما تنضافش. هذه هي العيوب التي تمنع من أجزاء من الأجزاء يعني في الأضحية. واللي باش يضحي إذا كان هو ينجم يذبح العلوش بتاعه أو الذبيحة بتاعه الأضحية بتاعه فليفعل ذلك بنفسه. ثم اللي ما ينجمش ما يتطوقش يجيب شكون، ولكن يكون انسان تقي، انسان صالح، ما يجيبش حاجك شعنا لا فائده في الذكر. المهم يجيب انسان من التوقات يعني نقراو فيه الخير يذبح له، فذلك ولكن يكون الافضل انه هو يذبح بنفسه. وحاجه اخرى مهمه جدا بالنسبه للاضحيه اللي باش يضحي، لابد ثم وقت معين لازم الانسان يحترمه باش يضحي، الوقت المحدد للاضحيه شرعا وهو الفراغ من صلاه العيد. يستنى الامام، هو الافضل ان الانسان يمشي يصلي العيد، يحضر خطبتين، احنا ديما نقولوا يحضر صلاه العيد، يسمع لخطبتي الامام، ومن الافضل ان الامام هو يضحي وبعد يضحي المصلين يعني اللي يحب. معنا احنا كيما نقولوا توا صلاه العيد غدوه في اغلب المساجد بين 6 و 6 ونص، اقرا حساب انت ساعه غير ربع مثلا حتى 7 ونص، معنا 8 غير ربع 8 يقول احنا بالوافي نجم تذبح الضحيه نتاعك باش تبدا صحيحه. يعني كان كان ذبحت قبل صلاه العيد ولا قبل المتوفه الخطبه نتاع الامام ماهيش اضحيه، ماهيش اضحيه هكاك، مشى عليك الاجر والثواب هذاك. وحتى الوقت ايه معناه الناس تقعد الى اليوم الرابع، يعني عندك يوم العيد وثلاث ايام بعده. حتى الاخوت نجم حد اللي مثلا اللي يخدم ينجم يذبح في الليل، ولكن الافضل انه ديما في النهار. عندك يوم العيد وثلاث ايام بعد بعد العيد، هذوما ينتهي وقتها تتسمى ضحيه، ينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد. فايام الذبح 4، يعني العيد والثلاث ايام بعد. وحاجه اخرى من شروط الاضحيه وحاجه مهمه جدا اللي نذكر فيها الساده المستمعين والمستمعات، التسميه قبل الذبح. ان الانسان ما يذبح لما يسمي ثم صيغه معينه، بسم الله والله اكبر، هذا للي ما ينجمش يحفظ بسم الله والله اكبر سهله قبل ما يذبح. او ثم تحب تزيد نجم تقرا سوره الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شنيئك هو الابتر. ثم دعاء دعاه سيدنا ابراهيم عليه السلام لما امره ربه بذبح ابنه ثم جاب له بعد الكبش باش يذبحه عوضا عن ابنه، قال اللهم ان هذا مني منك واليك فتقبله مني، اللهم واحنا نزيد كما تقبلته من خليلك ابراهيم عليه السلام. اللي ما ينجمش يحفظ هذا الكل بسم الله والله اكبر تكفي. اللي ينسى ما عليه حتى شيء، بعد ما ذبح ذكر انه ما سماش. لا عليه. اما اللي ذبح ومتعمد ما سماش بسم الله والله اكبر فهذا ذبيحته حرام. حرام، عباره على ميته، عباره ياكل في حاجه ميته نجسه يحرم اكلها، معناها مش وريك قيمه البسمله بالطبيعه. اللي ناسي ما عليه حتى شيء،
لكن المتعمد فهذا ما نتصورش كان واحد باش يذبح وباش يعمل اضحيه باش يتعمد ما يسميش بسم الله ما صعيبه ياسر انا باش تلقى. فهذه من الخصائص نتاع الاضحيه. كذلك بعض التوصيات للمسلمين يعني للي باش يذبح انه قبل ما يذبح يمضي السكينه مليح لانه ولو ان هذه زهله بكمه لكنه النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها وتفهم راهو مش معناها زهله بكمه ما تفهمش تفهم ولابد الانسان انه يمضي السكين باش ما يعذبهاش وقت الذبح يعني ضربه برك رجع ما يمضيش السكينه وهي تغزر له زي هذه تبدا تغزر له ما يذبحش. ومثلا تلقى في عائله تلقى برشا علالش ولا برشا اضحيات يجي يذبح قدام العلوش الاخر راهو يفهم انت يشوف حتى كان عملتها لا قدر الله تشوف العلوش الاخر كيش ينطر ويهرب لانه يعرف يعرف انه باش يموت يعرف انه باش يتحط في نفس الموقف هذاك. فما تذبحش قدام الاخت نتاعها انا كتب اخوها ولا تتفرج فيها ما تذبحش قدامها. والانسان لما يذبح يخليها حتى تفرغ من الدم حتى روحها تطلع لمولاها كما يقولوا بعد يبدا ينفخ ينفخ ويسلخ ما يبداش معناها ديريكت تلقى الروح نتاعها مازال طالع هو تلقى بدا يسلخ ولا يكسر لها رقبتها هاي روح سخونه. هذوكم الجزاره يعملوا كيكه باش بزياده ثم نشوفوهم حتى في فيديوهات ترافاي على الشام تلقى يذبح ويسلخ والعلوش مازال يفرفط هذاك منهي عنه من الحاجات المنهي عنها وحرام لانه يدخل حتى في تعذيب حيوان عند ربي سبحانه وتعالى. فهذا بعض الخصائص من الأضحية ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أمين. وتوصيات كذلك بالنسبة للأضاحي أن الإنسان لما يضحي بعلوش أو برشني أو أي كان يعني الحاجة اللي يضحي بها لأنه يخصلها ثلاثة بارتيات كما يقولوا ثلاثة أجزاء جزء له هو مش بشرطه ثم شكون يقول أقسم بالثلث ثم شكون يقول لا المهم أنه يخلي ما تيسر له ويتصدق بما تيسر ويهدي ما تيسر. تعمل انت ساشي مثلا باش تهديه لواحد من اقاربك تعمل ساشي باش تتصدق به وخلي الباقي عندك. بالضبط هذه نقطة مهمة استاذ ياسين لانه في كل عام يكثر الحديث على تتصدق بالثلث وتتصدق بشطر علوش ودرشك وهذيك شنو يقول وهذيك شنو يقول لهنا كل قدير وقدره انت قلت كل قدير وقدره. العلوش نجم تخرج منه حتى نقول احنا سرة يعطيك الصحة ما تيسر هي فيها اختلافات ولكن احنا ما ندخلوش في الاختلافات هذه انت اعمل ما تيسر خلي عندك مش تخلي اهدي ما تيسر وتصدق بما تيسر المهم ثلاث حاجات قمت بهم هذا اللي به الفايده معناه لازم الهديه لازم بالطبيعه لازم تخرج على علوش في حتى شيء. وحاجه اخرى الاضحيه مش كان اللحم مشوي هو باش يشويها الانسان الباهي انه يتصدق منها ويتذكرك الفقراء والمساكين اللي ما وصلوش والله عندنا حتى في الحملات وقعت في الحمامات وتبارك الله ما شاء الله ناس تعاون معنا انا في بالي سمعت حتى حمله وقعت حبوا يلموا كميه معينه نتاع اكباش باش يتصدقوا بهم وتبارك الله تلمت ثلاثه مرات قد الكميه هذيك مع جاوا ما شاء الله العباد عاونت وساهمت ويربحوا بها الاجر ربي يبارك في اللي كانوا سببهم هذا ندعي لهم بالخير. فلابد ان نتصدق بما تيسر من الاضحيه للفقراء والمساكين وان نهدي منها الاصحاب والاقارب كما قلنا. وايام العيد ثلاثه ايام يوم العيد وثلاثه ايام اللي بعده يعني نهارين اللي بعدهم هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. الإنسان لابد أنه يفرح ويوري الفرح متاعه والسرور متاعه لكن في حدود المشروع ما غير ما يدخل في المعاصي واللي حرمه ربي سبحانه وتعالى. ولنعلم أن العيد مناسبة عظيمة لإطلاق الأيدي الخيرة في مجال الخير لكي تعلو البسمة شفاه وتغمر البهجة القلوب. نعاون الفقراء والأيتام والأرامل اللي ما لحقوش باش يضحيوا حتى يذوقوا الحم باش ما نشعرهمش بالخصاصة والحرمان في هذا اليوم المبارك. ونتذكر كذلك من كان معنا فيما مضى من الأعياد ثم ناس فقدوا ذويهم ثم ناس فقدوا والديهم ثم ناس فقدوا من الأقارب متاعهم اللي كانوا يضحيوا معهم فيما مضى من الأعوام والأزمنة. ندعي لهم دعوة خير أن ربي يرحمهم وينعمهم وربي يلحقنا بهم سالمين غانمين ويحسن ختامنا أحنا زاد كذلك. ثم بيت شعر نحب في الختام تهاني العيد هذا يعني نهنيو بعضنا بالعيد ولو حتى مسبقا قبل بالنهار ما فيها باش استاذ باش نقص عليك قبل ما نخليوها هذيك مسك الختام. ثم الناس يقول لك على زياره المقابر معناها لانه في الاعياد ديما نمشيو للمقبره ونرحموا على موتانا وغيره. وقتاش ماذا بينا ما نمشيوش؟ والله هو من الاحسن انه يوم العيد كما قلنا يوم فرح وسرور. اللي يمشي للمقبره باش يمشي يفرح مش يتفكر الحزن ويتفكر هيك الموت. فلذا
ينصح انه يوم العيد ما يمشيش للمقبره. فوت العيد ومن بعد يمشي من غدوه ما فيها باس. ولا قبل نهار ولا قبل ما ثم حتى مشكل ما ثم حتى مشكل. وادعي حتى من دارك راهو الدعاء يلحق للميت من اي من حاجه تبداش حتى في استراليا تدعي له من هنا ربي سبحانه يسمع يتصرف العالم هذا كما يحب معناها الدعاء يخلط كما يحب. فقلنا بالنسبه لزياره المقابر انه ما تكونش يوم العيد لاظهار الفرح والسرور لان هذه ما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا اعملوا هكا. وهذا البيت الأخير تهاني العيد أزجيها معطرة بصدر حب شديد الشوق مغموري. فهنيئا لنا هذا العيد ونسأل الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى كافة المسلمين ويتقبل منا صالح الأعمال وسائر الطاعات ويعيده علينا وعلى كافة المسلمين ونحن في صحة وسلامة وحياة سعيدة إنه سميع مجيب. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. ربي يبارك لك. شكرا لك. ربي يوفقنا في الأعمال نتاعكم. شكرا لك. عايشكم. شكرا لك أستاذ ياسين بوقديدة. سينو زين بنقعد وإحنا مع الحضرة فارس بغداد ورجعين شوية. يلا.